حجم التعاون ما بين مصر وما بين المنظمة؟ المنظمة فنم هي بتحط الخطوط والاستراتيجيات وتراقب وترصد الأمراض والأوبئة والمشاكل الصحية وكيفية التغلب عليها والأمراض المزمنة والأمراض التي تنقل عن طريق ناقلات الحشرات وكل الأمراض الموجودة في العالم. وزي ما سيادتك شايف في الكوارث الطبيعية زي الزلازل والبراكين ومنطقتنا الحقيقة بمشاكلها الكثيرة جدا المنظمة يعني بتساهم وتساعد فيها. البرامج الصحية سيادتك بتنبع من الأبحاث والخبرات سواء على مستوى الدول أو على مستوى العالم، بحيث في الآخر يبقى في نوع من البلورة لخريطة المشاكل الصحية وكيفية التعامل معها. عظيم جدا جدا. هل النجاحات الأخيرة في الملف الصحي المصري ليها دور في شكل العلاقة ما بين مصر وما بين المنظمة؟ شوف سيادتك، على مدى التاريخ هناك تعاون كامل بين المنظمة والمكتب الإقليمي، اللي هو المكتب الإقليمي ده هي طبعا في مكاتب للمنظمة، في المنظمة الهيد كوارتر بتاعها اللي هو المكتب الرئيسي اللي فيه المدير عام للمنظمة، ده موجود في مدينة جنيف في سويسرا طبعا، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة. كل منطقة لها مكتب إقليمي. المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق المتوسط موجود في القاهرة، ده بيغطي تقريبا معظم الدول العربية تقريبا زائد أفغانستان وباكستان وإيران. عظيم. فحضرتك هذه الدول بتجتمع دوريا وبتجتمع كل سنة أيضا، بحيث وثم في اجتماعات في جنيف واجتماعات في القاهرة، بحيث بتدرس مشاكل المنطقة كلها بلا استثناء. احنا في مصر بندعم المنظمة في هذه المشاكل بالخبرات والدعم، والحقيقة يعني على مدى التاريخ يعني أنا لا أنسى التعاون الكبير جدا مع المنظمة، طبعا في الأساس هو دعم الحكومة المصرية في قضاء على شلل الأطفال. أيضا مصر قضت على أمراض كثيرة متوطنة تقريبا، البلهارسيا والإنكليستوما والإسكارس والملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، كل دي كانت يعني نتيجة للجهود المصرية وجهود الحكومة المصرية ودعم تقني وفني وخبرات من ضمن منظمة الصحة العالمية. عظيم. سيادتك لما مصر قضت تقريبا أو دخلت المرحلة الذهبية في القضاء على فيروس سي اللي هو فيروس الكبد سي، الحقيقة المدير العام للمنظمة جه مصر وقدم الشهادة وقدم الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاجات كتير جدا يعني الحقيقة إنجازات كبيرة جدا في الملف الصحي سواء على مستوى الأمراض المتوطنة أو الأمراض المعدية أو الأمراض المنقولة، وكثيرا جدا الحمد لله ربنا كرمنا واستطعنا ان احنا نحقق انجازات في هذا الملف.